التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة متضايقين ويقعدوا في حضنك، بلاقيهم بقوا مبسوطين. الظاهر يا ماما ان حضنك حلو قوي. خد بنت خالك هندسه، بكره تولف عليها وتنسى حبيبه، وسيب الغلابه للغلابه. ادم صدقني بعد الجواز ما بيبقاش حب، بيبقى عشره، توافق، طباع، انما الحب ده بيتنسي. لا مش بيتنسي. اسمتك عمرك كنت مبسوطة؟ عشتي طول عمرك مع راجل ما بتحبوش؟ لما جاتلك فرصة تانية خفتي؟ خايفة من ايه؟ ومن مين؟ هتعيشي امتى؟ وللدرجة دي في حاجة اسمها حب؟ أنا نفسي ما كنت قادر أصدق إن ممكن يصير ده شيء معي. لا يا فندم، ما حدش غير يقدر يصد موقف اللي أنا فيه. الوقت كل ما يمر كل امل فينا ما بيموت. لما يرجع من مشواره احنا امتى عارفين بيروح امتى، واقفين ولا بيجي منين، بينزل امتى، بيرجع امتى، يعني تعالى نستناه. كده كده هيرجع، لما يرجع يلاقي كل حاجه زي ما هي. صح؟ صح. وحياة امك يا ادم لا طلع عليك كل الوجع اللي انا حاسه بيه دلوقتي. لم اقصد ابدا ان اطلق شهيره او احيرها باختفائي من حياتها، واعترف اني في شده شوقي واحتياجي اليها. انا وافقت احمد ان انا اجي النهارده، خفت ازعله. يمشي هو كمان. ما ينفعش، ما ينفعش،
سوري ان انا كلمتك وقلت لك تيجي وانا ما عنديش حاجه اقولها. سوري على ايه؟ افتكرتك من يومين اصلا كنت هكلمك بس ما لقيتش رقمك معايا. شكرا. ما بقيتش عاوزه اخرج اروح اي حته انا خرجتها معاه قبل كده، وانا بجد رحت معاه كل حته. مش عاوز اعمل حاجه في حياتي غير ان انا اقعد افتكره واتكلم عليه، عشان كده كلمتك النهارده. كنت بعمل ده مع حبيبه بس بجد البنت صعبت عليا. ما تعملش حاجه وهي قاعده معايا غير انها تفضل تعيط. ترى كده ظلمها. خليها بقى تروح تشوف حياتها ومذاكرتها واصحابها، يمكن تعرف تنسى. كنت حاصل عليها. بس رد فعل اخوها يوم ما رحنا سالنا مجاي ادم لما اختفى خليه مش محبذ الفكره قوي. سيبوهم في حالهم، كفايه اللي جرى لهم من تحت دماغكم. على فكره احنا ما كناش نعرف خالي عمل ايه مع اخوها. بس انتوا كمان كنتوا رافضينها ورافضين تجوزوها له. انت عارف انها حاولت تنتحر يوم لما ادم اختفى. مش عارف انها كمان حاولت تنتحر. كمان دي عايد على مين ان شاء الله؟ انتوا طلعوا من دماغكم فكره ان ادم ممكن يكون انتحر دي، فاهم؟ بس انت ما شفتيش اخر مره لما اتكلم معانا اتكلم معانا ازاي؟ طريقته وكلامه كان عامل ازاي؟ فشخكوا كلكم مش كده؟ احسن تستاهلوا. كفايه القهره اللي قهرتوها له. انت عارف ان انا شكيت انه ممكن يكون اتخطف؟ اه والله احنا بنسمع حكايات كتير قوي عن موضوع الخطف اليومين دول. بس قلت يعني لو كانت خطف خطفوه ما طلبوهوش ليه عشان يطلبوا فدية؟ وليه ما سرقوش العربية وسرقوه هو؟ مش عارف. كان بيحكي لي عليك كتير قوي. كان دايما يقول لي ان هو بيحس ان هو اللي اخوك الكبير. وساعات كان بيحس ان انت ابنه. المرة الوحيدة اللي زعل مني فيها كان بسببك. يوم البارتي بتاعي هنا. لما انت سكرت وقيلت الدنيا. ادم هو الصغير شفته لما اتولد وقعد يكبر قدامنا يوم بعد يوم. كنا قاعدين مع بعض في البيت القديم في اوضه واحده. كنت بتضايق وبتخنق بطلع بتكلم معايا عشان افرح بحس ان الدنيا احلى. كفايه ولولا كفايه بليز. ما بكرهش في حياتي قدها. بقول لك ايه؟ يلا قوم شوف صاحبتك ولا شغلك ولا حياتك. حاضر. هتلاقيني عملت كده تاني. كلمتك قلت لك تعالى اشوفك. يا ريت. معلش يا هشام صحيت متأخر. سوري غصب عني. يعني أنا هكون قصدي ألطعك يعني؟ طيب لو مش هنلحق نخليها يوم تاني. أنا ماكسيموم ساعة وأبقى عندك. لأ ما بتلككش بس أنت اللي قلت عايز تلحق زيزي. مامي عايزاني أجيب لك معايا حاجة وأنا جاية؟ أوكي مش هتأخر عليكي. يلا باي باي. رايحة لطنط؟ اه هعدي عليها ونعمل سيشن مساج. انت ايه اللي جابك بدري؟ مفيش، كنت في ميتنج عند رؤوف عبيد في الجيزة وبصراحة كسلت اروح الشركة. ما تكسلي انت كمان طيب وانا اعمل لك سيشن مساج. انا واجيب لك مامي كمان تعملها سيشن مساج. طب قولي لها ان انا جيت عشان ما تنزليش وتسيبيني. لا انا ما صدقت وافقت تنزل. فاهم. ماشي عشان خاطر طنط بس. مش هتنزل انت كمان؟ لسه مش عارف. الو؟ اوكي. هتروحوا فين؟
طيب انا هجيلكوا. ماشي يلا باي باي. باي. قاعدين لامتى؟ لو جات لي كامبين الاعلانات دي شكلي مطول شويه. هيلدا قاعده معاكوا في بيت اهلك؟ مأجرين شقه في الزمالك. You're so pretty. Thank you. لسه كمان لما تبقوا صحاب هتحبوا بعض اكتر. انا وريد بحبك. انا كمان حبيتك. اصل انا حكيت لها على ايام المعهد ووريتها صورنا. بجد؟ وانت بحبك كمان. انا بحبك. قرف حلاوتك. سلام. شو عم تلعبي ولا عم تشتغلي؟ مش كل واحد فينا في حياته وهم اسمه الحب الأول؟ صحيح. ده وهم. ممثل؟ كانش على أيامي. بقى وجهك حلو على كل الناس اللي حبيتهم من قبل. اللي توهمت إن أنا حبيتهم. أنت كنت صح على فكرة. إحنا بنكذب على نفسنا. ايه بس انا ما قصدت هيك. اتفضل. شكرا. بس هو كده ولا بالعقل ولا بالقلب في حياه اسمها محمود. انا كنت متخيله ان انا بحبه حب ان انا ما اقدرش اعيش يوم من غيره، وهو اديني بتفرج على صوره كاني بتفرج على صور اي ممثل انا ما اعرفوش. ويوسف انا اخدت قرار ان انا عايزه اقضي معاه بقيه عمري. اخدت قرار ده عن منطق وعقل. وطلع ايه؟ اي كلام. طب وانا؟ انا هغير اقوالي من امبارح للنهارده ولا ايه؟ لا انا قلت مثل ما اكتشفتي انه اللي حبيتيهم كان حب وهم، تكتشفي انه الامان معي يعني بيسموه حب. افرض ان انا طلبت طلاق من يوسف، ريجاردس ان ده هيبقى سبب صدمه فظيعه في حياته وهيعمل نفسه قال يعني مش عارف السبب وهيتمسك بيا. عارف ليه؟ عشان المشروع لسه ما خلصش. هتعمل انت ايه بقى ساعتها؟ ما تلبس مشروع لوحدك انت وافقت عليه عشان خاطر عيوني. انت رح تطلب الطلاق؟ غالبا كده. بغض النظر انت مالك علاقه ابدا بالشراكه بيني وبين يوسف. انا بزنس مان. صحيح من اول ما شفتك اتعلقت فيكي وغرمت فيكي وقلبت على عبد الحليم حافظ، بس من هي انا بزنس مان، انا بعرف كيف مشي اموري مثل ما لازم. حلت المشاكل شغلي ما تعت عليها. طب الله يكتر خيرك، ريحت لي ضميري. طب انت رايحي لي قلبي وقولي لي انه اسباب قرارك هي بتحبيني. بص هو انت السبب الرئيسي. اولا عشان انت وريتني ناحيه من يوسف انا كنتش متخيلة أبدا إن هي كانت موجودة. وثانيا علشان اللي أنت بتعملهولي أواني خلاني أحب نفسي تاني. بعد بيه إنك تحبيني هيك؟ بحبك كتير، بحبك كتير إنجي. انت بجمع ان عينك دي ممكن تبقى لحد غيري؟ انت سايباني مستنيكي هنا كل ده ورايحه عشان تقعدي مع شادي؟ اه هو وصاحبته كان شكله بيحبها قوي. ما يتحرق هو وصاحبته. المفروض ان في بيننا ميعاد هنا يا ايه، وانت اصلا نازله من بيتك متاخر. كلمك شادي قال لك نتقابل، المفروض ان انت تقولي له لا مش فاضيه، انما سايباني هنا كل ده وبتقولي لي ان صاحبته.
ايوه انا شفت نص ساعه بس. انت ليه ان شاء الله يبقوا خمس دقايق. ايوه يا زيزي. لا معلش الطرق كانت زحمه بس. سوري ما قصدتش اخد. تعال. ما كلمتنيش فيه وقلت لي انك جيت. كنت يعني عايز اعمل لك مفاجأة وبعدين قلت اجهز نفسي كده. تعال. تعال. دي عملتي عشان شيك نديم؟ لا طبعا ليه بتقولي كده؟ عشان بقالي كتير ما قلتلكيش بحبك. احنا كل اللي جده في حياتي. انا عارفه. ادم اللي اكتشف المحل ده. ولحد النهارده كل مره بطلب من عندهم بطلب باسمه. بالنسبه لهم زبون في اي بي. فبيتوصوا بيه. كان بيراهني دايما على الديدلاين بتاع المعرض بتاعي. وكان كل مره هو بيكسب. كان بيخليني اجيب له كشري من هناك. هقول لك حاجة، المرة دي أنا اللي هكسب الرهان عشان خلصت أول بينتينج. ممكن أوريها لك؟ مش بعرف اعمل حاجه غيرها. هو مين اللي واقف مع امجد هناك ده؟ مش عارف. قلبي اشتغل في سفاره فرنسا بس مش فاكر طبعا بيشتغل ايه. وجه جديد يعني. ما هو قديم لسه متعرف عليه امبارح. طيب هو ممكن تبقي تعلميني؟ مش بعرف اعلم بس ممكن اديكي نمره حد من صحابي. انت عارفه انا ودني حلو. ممكن نبقى نعمل مره هنا كاريوكي نايت. هبهرك وبظبطك. بس ماليش في العربي قوي يعني. More of English and French. مين ده؟ واحد عايز يعمل بزنس كريم. في بقول لك واحد عايز يعمل بزنس كريم في الشغل. طب كنت عملت كاندل لايت دينر كده كوزي ولا حاجه عشان ما نجيش نغلس عليكم وما عزمتناش. هتتبسط انت يا عم. تعليم كوزين الافاره دي ما بيحبش طريقه. افاره؟ طيب الافاره دي بقى هتمشي عشان ما تبوظلكش ليلتك. يلا انا عايز امشي. بلاش عبط. في ايه؟ ايه انا همشي. يلا في ايه؟ يلا نادر بلاش عبط. في ايه؟ نادر خدي حاجتك. ما تردد ده ما بطلش من ساعة ما مشينا. سيبك منه. ما ترديش. الو؟ ايوه يا امجد.
بدل ما تعملش فيها كده. انا قاعد لوحدي دلوقتي ومفيش اي حد معايا. بليز ممكن تقفل طب ونتكلم بعدين؟ لا بليز تعالوا هنتكلم دلوقتي. طب اقفل وهنتكلم بكره. لا مش هقفل غير لما تقولي انك جاي دلوقتي. ماشي اقفل بس طب وهنتكلم بكره. حاضر نادر بليز ارجع. ماشي طيب اقفل. في ايه؟ مفيش سكران متخلف. انا هوصلك واروح لك. ترجع كل المشوار ده؟ مش مشكله الشوارع فاضيه اصلا. الو هاي شادي. هي هيلدا. نو اتس اوكي خليني. نو اتس نوت ارجنت. اتس اوكي. اف يو نيد سمثينج كول مي. اوكي باي. مرة المليون تعالي نجوزي أنا. مش هقدر. مش عشان أي حد. عشاني أنا. مش قادرة أضحك عليك أكتر من كده. ولا قادرة أتحمل مسؤولية انتظارك ليا. مش قادرة على الحمل ده. أنا بقيت حمل عليكي. النفس اللي بيخرج مني بقى حمل. الدقيقة اللي بتمر عليا بقت حمل. طلبك ان انا نبتدي حياه جديده عايزه قوي. مش عندي. انا بقاوح اعمل اللي انا عايشه وانا بنهج عشان خاطر ولادي. انا اسفه بس انا تعبت. لو انت عايز تريحني بجد ابعد وما تقربش تاني. ما تيجي نتعشى برا النهارده. مش هينفع. انا قايله لهم في البيت اني هتعشى معاهم. على فكره انا بعت لهم ايميل في امريكا واديت لهم كل الورق اللي هم عايزين. قلت لهم خلال شهرين كده نكون جاهزين. في الفتره دي نكون جهزنا نفسنا وكتبنا كتابنا. قلت لهم طبعا ان مراتي هتكون معايا. فيفي انا مش هسافر يا سعد. مش هسافر ليه؟ ده انا اصلا انا ما كنتش عايز اسافر. انا هسافر عشانك. غيرت رايك ليه؟ مش هقدر اسيب ماما في الظروف اللي زي دي واسافر. ما هي الظروف مش متوقع انها تتغير. ولو اتغيرت هتبقى الاحسن ان شاء الله. مش هقدر يا سعد. ومش هنتجوز كمان. انت لو حابه ان احنا ما نسافرش مش مشكله. ممكن نتجوز ونقعد هنا. مش مساله هنا ولا هناك. انا مش هقدر اتجوزك يا سعد. ليه؟ لاني مش عايزه. مش عايزه اتجوزك. وحاولت واديتك فرص واديت نفسي فرص. مش قادره. مش طايقه. مش معقول افضل في علاقه من باب الامتنان. امتنان؟ ايوه امتنان. انا ممتنه لك انك الراجل الوحيد اللي بصيت لي وحبيتني واهتميت بيا وعارفه ان ممكن ما يبقاش في بدايل. بس معناه مش قادره. مش قادره افكر ان انت الراجل اللي هكمل معاه. انت طيب وكويس معايا وبتحبني وانا عمري ما كنت في علاقه ومعرفش اصلا هبقى في علاقه او لا. بس مش قادره.
مش قادرة خالص، مش عارفة أحب فيك أي حاجة يا سعد، ولا طريقة مشيتك ولا هزارك ولا أي حاجة. وأنا خلاص عارفة إني ممكن أعيش لوحدي، أشتغل وأعيش مع أهلي اللي أخيراً عرفت إن أنا بحبهم. بس إن أنا أعيش معاك مش هقدر. للدرجة دي شايفاني متحبش؟ للدرجة دي ما بعرفش أحب. أيوة رشا، أنا تحت البيت. أنا رشا سوري إن أنا كلمتك متأخر وقلت لك إن أنا عاوز أشوفك. انتي جوه حبيبتي؟ انجي؟ ايوه يا يوسف، روح الحمام التاني. اتكلمت مع الشباب هناك، فدي بعد كل الملحوظات اللي اتكلمت. انا رايي ان كده نقدر نبتدي. انجي جت البلانز وصلت اخيرا بقى، تعالي عشان اوريها لك. كويس ان انجي جاب بقى عشان اوريها البلان. انا حامل بجد. مبروك 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 علينا. مفيش ده
بكرة وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة. وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة بيكره وده بقى.